السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم هنستكمل آخر محاضرة في ربط الداتابيز مع الويب بيجز، وإن شاء الله الأسبوع القادم رح نأخذ محاضرتين ثلاث في السي أس أس. ما تبقى لدينا من جمل الداتابيز أو الـ SQL queries اللي هما جمل السيلكت وجمل الديليت. نبدأ اليوم بجملة السيلكت. جملة السيلكت هي عبارة عن جملة تسمح لنا إنه نسترجع البيانات من الداتابيز، فقط استرجاع للبيانات. نيجي للسينتاكس، طريقة كتابتها. إحنا بنيجي نكتب جملة سيلكت يليها كولوم 1، أسماء الكولومز، كولوم 1 كوما كولوم 2 كوما كولوم 3، حسب شو أنت شو البيانات بدك ترجعها. بترجع اليوزر نيم، بدك ترجع اليوزر اي دي، حسب الداتا اللي أنت حابب تستعرضها وتسترجعها. فأنت بتحط أسماء الكولوم المعنية، from بعدين اسم التيبل، اسم التيبل، فهو هيرجع لي كل الداتا، العمود الأول، بيانات العمود الأول. مثلا لو جينا هاي الجملة هيرجع لي بيانات العمود الأول والعمود الثاني من التيبل. لو في عمود ثالث رابع خامس ما هيرجع لنا إياهم. طيب هلا لو بدي استرجع كل البيانات هجنبه طرف، كل التيبل بدي إياه كلياته، شو بنكتب له جملة select؟ نحط select star from التيبل نيم. ستار تعني استرجع لي كل البيانات في هذا التيبل. طيب إذا بدي أرجع بيانات شخص معين فأنا بستخدم جملة الوير، شخص أو مجموعة معينة، أوكي، بستخدم الوير كونديشن. نيجي نشوف هاي الإكزامبلز وكل واحد شو بيرجع. لو جينا حكينا على select star from data معناته هيرجع لي كل الداتا الموجودة في التيبل اللي اسمه data. لو في مثلا افترضنا في عندي 10 records، في عندي 10 رو، 10 أسطر لعشرة موظفين أو 10 طلاب، هترجع عندي العشر رو هدول كلياتهم، كل البيانات هيحتبتوا ظاهرة بكل الأعمدة، الـ ID، first name، last name والـ age. طيب لو جينا هون نحكي له select ID first name from data، هيرجع لي معلومات بس أول عمودين، عمود الـ ID وعمود الـ first name. فلو افترضنا هدول العشرة كان في عندي الـ ID 100 200 100 اسمه أحمد، 200 هيثم، 300 إياد، 400 سلمى، 500 أيمن. راح ترجع عندي العمود الأول ببياناته والعمود الثاني ببياناته. طيب select first name و age هيرجع لي فقط الاسم الأول، عمود بيانات الاسم الأول وال age. طالما في عندي شرط بدي أكمل where id equal 101 معناته فقط لهذا اليوزر، هيرجع لي فقط اسم واحد وعمر لشخص واحد. لما يكون الشرط باستخدام الـ ID وإحنا عارفين إنه الـ ID هو primary key يعني ما حيتكرر عنا، معناته شو؟ معناته نتوقع كم عدد الرو اللي حترجع؟ فقط 1 رو. إذا الـ ID كونه primary key وما حيتكرر، أوكي، unique primary key وما بتكرر لأكثر من شخص، فإذا أنا استخدمت بجملة الوير الـ ID فهذا يعني أنه حيرجع لي only one record، فقط رو واحد. طيب select star from data رجع لي كل إشي من الداتا، لا كل البيانات اللي خاصة معناته كل الأعمدة، لا last name اختوم، فقط للأشخاص اللي last name إلهم اختوم. فلو كان في عندي فقط شخص واحد من عائلة اختوم فحيرجع لي ايش؟ حيرجع لي one record. كان في اربع اشخاص من هاي العائلة فحيرجع لي بياناتهم كاملة، الـ ID لهم، الـ first name والـ last name والـ age. ممكن يكونوا two record، ممكن يكونوا three record، حسب الشرط، حسب عدد الاشخاص. طيب select first name, last name from data where age is null،
رجع لي الاسم الأول والاسم الأخير من التابل اللي اسمه داتا، بس للأشخاص اللي الايج عندهم مش معبة، قيمته نل. فهين بشوف إنه الايج مش معبة، الريكوردز اللي الايج فيهم مو معبة، بروح برجع الاسم الفيرست نيم واللاست نيم. Select all from data where first name equal أحمد and age equal 25. معناته حيرجع لي بيانات الشخص اللي اسمه أحمد وعمره 25. استخدام الآند يعني لازم يتحقق عندي الشرطين. أوكي، لو في عندي واحد اسمه أحمد وعمره 16 ما بترجع البيانات تبعته، فقط للأشخاص اللي اسمهم أحمد وأعمارهم 25 بنفس الوقت، لأني حاطط آند هون هترجع البيانات تبعتهم كاملة. الآن قمت بتحضير هذا التيبل، خلينا نرجع نسترجع جمل السيلكت لأنه بيهمني تعرفوا تطلعوا من الداتابيز جمل السيلكت. الآن select ID first name from data، شو حيرجع لنا؟ هاي لو نفذنا جملة السيلكت، هاي select ID first name، حينفذ لي جملة، حيرجع لي هذا العمود وهذا العمود كامل. أوكي، إذا جملة السيلكت الأولى هاي ترجع لي هذا العمود وهذا العمود، هاي حترجع لي هذا العمود كامل بالإضافة إلى هذا العمود. حيرجع لي سارة 100، إذا هدول كاملين حيتم استرجاعهم، هاي جملة السيلكت الأولى. إذا 100 سارة، 101 أحمد، 200 أحمد. طيب هاي بالنسبة لأول جملة select، أعمل Ctrl Z هذا الشكل. نأتي لجملة select الثانية، استرجع لي ال first name ال age، إذا بده ال first name هذا، وال age بده هذا العمود وهذا العمود. طيب للكل بده ياني أرجعهم للكل؟ لا، فقط للي الاي دي له 101. مين الاي دي فيهم 101؟ هاي الاي دي عندنا هون 101، هاي ال 101 لمين؟ وبالتالي حيرجع لي فقط اسم احمد و25. اذا شو الداتا اللي رح ترجع في جمله السيلكت الثانيه؟ اللي هو احمد و25، هذول البيانات اللي رح ترجع، احمد و25. طيب نيجي ل جملة السيلكت الثالثة. جملة السيلكت الثالثة بحكي له select all، هيا select all from data، رجع لي كل إشي من الداتا، where last name equal ختوم. معناته أنا بدي أروح، دائما نروح على الشرط. أوكي، يعني بنروح على الشرط، نوقف عند الشرط last name ختوم. وين last name ختوم؟ هاي في عندي هذا الريكورد هون، وفي عندي هاي اللاست نيم ختوم، تنين. طب شو طالبني استرجع؟ طالبني استرجع كل اشي، معناته حيرجع لي الريكورد الاول هذا كامل، وحيرجع لي هذا الريكورد كامل، لان حيرجع لي 100 سارة ختوم 20، وصف ثاني 200 احمد ختوم 25. لو حكى لي بدي سيلكت مثلا الايج، شو حيرجع لنا؟ حيرجع لنا فقط الرقمين 20 و25. إذا كان هون بدل الستار حاطط كلمة age، حرجع لي فقط رقمين اللي هما 20 و 25. طيب نيجي لجملة select التي تليها. إذا جملة select هاي حترجع لنا two record، الريكورد اللي فيه ال ID 100 سارة ختوم 20، 200 أحمد ختوم 25. نفذ جملة select التي تليها. هلأ بده first name والlast name، بس لمين؟ age equal null. هل في عندي هون واحدة فيهم null مش معبية؟ الجواب لا، معناته no record. هنا لو طبقناها على الدات تبعتنا هون no record، ما في إشي رح يرجع عندي. أوكي؟ فإذا جبت لك جملة زي هاي احكي لي no record will be returned. نيجي لجملة select الأخيرة، select star يعني ضل لي كل إشي، where first name أحمد، اسمهم أحمد وعمرهم 25، لازم حققوا هدول الشرطين. طيب first name
دور سارة هي أحمد. هل أحمد عمره 25؟ 25؟ يس، معناته حيرجع لي هذا الريكورد، رجع لي الصفحة كامل. طيب هاي في عندي أحمد ثاني، هل أحمد ثاني هذا عمره 25؟ نعم عمره 25، فحيرجع لي هذا الريكورد الثاني. إذا جملة السيلكت الأخيرة حترجع لي هدول تو ريكورد. لو فرضا بدل ال 25 هاي هذا كان عمره 15، غيرنا الداتا أو كانت الداتا بهذا الشكل، هذا عمره 15، أوكي؟ ورجعنا نفذنا جملة select هاي مرة أخرى، select all from data where first name equal أحمد and age 25. first name أحمد هيو، أوكي، عمره 25، حيرجع عندي هذا الريكورد. طيب هاي هذا first name أحمد، هل عمره 25؟ الجواب لا، إذا فقط هذا الريكورد رح يرجع عندي في حال تعديل الايج هذا ل 15. أتمنى إنها تكون واضحة وسهلة. طيب نيجي لتطبيق الكود، هاد كيف نعمل تريسنج لتيبل وشو جمل السيلكت المختلفة ممكن ترجع عنا. نشوف مثال من أبرز الأمثلة لجمل السيلكت اللي هي جمل السيرش البحث. فلو افترضنا كان في عندي فورم، هاي الفورم فيه فورم للسيرش للبحث، بدنا نبحث عن بيانات الشخص بناء على الفيرست نيم لإله. ففي عندي تكست بوكس هون عشان ندخل فيه الفيرست نيم، راح نسمي هذا التكست بوكس راح نسميه اف نيم، وفي عندي بوتون هون اسمه سيرش. الاكشن لهذا الفورم هي سيلكت دوت بي اتش بي، والميثود المستخدمه من هي ميثود البوست. فمجرد ما اليوزر يكتب اسم مثلا احمد، روح ابحث لي عن علامات عن احمد، رجع لي بياناته، اطبع لي اياها جوا تيبل. بدنا احنا شو الفكره؟ مجرد ما اكبس على السيرش يروح يبحث عن بيانات الاسم المدخل هون. لو افترضنا ان دخلنا اسم احمد، كبسنا سيرش، بيروح يرجع لي كل الطلاب اللي او الموظفين اسمهم احمد ويرسم لي اياهم داخل تيبل. اذا شو المطلوب؟ يرسمهم جوا تيبل. لو حكيت لك اطبع لي اياهم جنب بعض بدون تيبل بدون اي شيء، فقط جمله ايكو نطبعها. حكيت لك اطبع لي اياهم بعد ما يسترجع البيانات اطبعهم جوا تيبل، فانا لازم ارسم تيبل، وجوا التيبل برسم الداتا تبعتي، باخذ البيانات من الداتا بيز وبطبعها جوا التيبل. لو حكيت لك خليه يرسم لي اياهم جوا ليست بوكس، جوا ليست اوردرد ليست او ال، فاحنا بنجهز او ال وبخليه يرسم لي اياها جوا الاو ال. اوكي طيب ناتي لهون جمل، بعد ما كتبنا مثلا احمد كبست على كبسه السيرش، بدي يروح يدور لي يجيب لي بيانات كل واحد اسمه احمد، كل البيانات متعلقه فيه، الاي دي له، الاسم الاول الاسم الاخير والعمر للاشخاص اللي اسمهم احمد. معناته اول خطوه نعملها هذا الاسم الموجود هون سيتم ارساله، لازم احتفظ فيه عشان احطه جوا جمله الوير عشان يرجع لي بياناته، صح؟ فشو عملنا الخطوة هون؟ عرفنا متغير، وهذا المتغير خزننا فيه الاسم اللي تم إدخاله جوا الفورم. وزي ما أخذنا سابقاً إنه كيف بحصل على هذا الاسم، الداتا المدخلة عن طريق الأري اللي اسمها post، وعن طريق الكي اللي هو اسم التكست بوكس. فحكينا $_post_fname، فدخلنا أحمد، فأحمد حتخزن جواها متغير. بدي أبحث عن معلومات سارة، فاسم سارة حيتخزن جوا هذا المتغير. إذا اسم الشخص اللي بدنا نبحث عنه تم تخزينه داخل هذا المتغير، صار جاهز. هلا شو بنساوي؟ بنفتح الكونكشن تبعنا عن طريق MySQL Connect. بعد ما نفتح الكونكشن تبعنا باستخدام MySQL Connect، بشيك هل الكونكشن أموره تمام ولا في أخطاء. إذا في number of error، error number، اوكي ممكن اشيك عليه بهاي الطريقه، او ممكن اشيك عليه بحكي له اللي هي الكون ايكوال ايكوال فولس، معناته هو فولس، او ممكن استخدم الطريقه هاي اللي هي ماي سيكوال اندرسكور كونكت ايرور نمبر. الطريقه الثانيه اللي هي شرحناها المحاضره السابقه اذا بتتذكروا، اني باجي بحكي له اف كون ايكوال ايكوال فولس، اوكي دولار ساين الكون هاي ايكوال ايكوال فولس، كلاهما يؤدي الغرض. في هاي الحاله اذا كان في خطا في الكونكشن طلع لي failed connection. هون قام بطباعة الايرور. طبعا هاي function جديدة ايضا، function تسمح لي بطباعة الاخطاء عشان اعرف شو الخطأ اللي صار.
هي اسمها MySQL I underscore connect underscore error بدون error number. ماشي؟ اسمها error عشان يتبع لي الايرور اللي حصل. error err no اللي هي err number برجع لي عدد الأخطاء. error لحالها بترجع لي بتطبع لي الايرور اللي صار. نص يحتوي على الايرور اللي صار. طيب في حال إذا هاي ما تحققت يعني ما كان في عندي أخطاء بديروا على جملة الإلس. حكينا بعد جملة الإلس تشيك على الكونكشن إذا كانت أموره تمام نجهز الكويري تبعتنا جملة السيلكت. جملة السيلكت المطلوبة إنه رجع لي البيانات كل إشي من هذا التابل اللي اسمه داتا where الفيرست نيم اللي هو اسم العمود في التابل اللي اسمه داتا ننتبه فيرست نيم اسم العمود equal أحمد أو إيكوال علي حسب ما تم إدخاله هون. القيمة اللي تم إدخالها هون وين خزناها إحنا؟ خزناها جوا الـ FN. هاي تخزنت هون. اسم الطالب اللي بدنا نبحث عنه تخزن جوا المتغير اسمه FN. فمتى بلجأ لاستخدام هاي؟ هاي بستخدمها في جملة الوير. رجع لي بيانات هذا الطالب. فجملة select عادي بنكتبها. select all from data where f name اللي هي اسم العمود يساوي لما اجي احكي له احمد او احكي له سلامه او احكي له محمد او احكي له ساره بتكون اسم ثابت لا الاسم اللي بيدخله اليوزر في الفورم هون اللي ما يتم ادخاله هون هو حيتخزن جوا هذا المتغير حيتعوض هون في ناس ممكن يستغني عن تخزين جوا متغير ويستخدم هاي مباشره يعني دولار ساين بوست بحطه هون برضه هذا الحكي صحيح كلاهما جائز لكن تخزين هجوم متغيرات أسهل للكتابة لأنها طويلة شوي اسم البوست والكي حطلع كثير طويل الكود فتعريف متغير صغير له دلالة زي FN أسهل وأسرع بقتصر كتابة جملة السيلكت بصير أقصر طيب بعد ما جهزنا جملة السيلكت شو بدنا نعمل بدنا نطلب MySQL I query اللي هي من ننفذ الكويري تبعتنا ببعث لها الكونكشن ببعث لها جملة الـ SQL هون في عنا شوية اختلاف عن جمل الـ create والـ update والـ insert ما هو هذا الاختلاف؟ الاختلاف انه هذيك ما بترجع داتا ما بترجع ريكورد بترجع يا true يا false هذيك الجمل اما جملة select فرح ترجع عندي صفوف الروز الروز اللي هي الريزلت اللي هي الرو اللي راح ترجع عنا حكينا الرو اللي لما نستخدم MySQL query مع جمل السيلكت اوكي ننتبه مع جمل السيلكت فمن المحتمل انه ترجع عندي عدد من الرو صح زي ما عملنا قبل شوي انه رجع لي كذا فهيرجع لي الصف هذا والصف هذا زي ما عملنا في هذا التيبل اللي كان مرسوم عندي هون أرجع لي هاي هذا الصف وهذا الصف طب هذا الصف وهذا الصف وين حيتخزنوا إذا أنا طلبت جملة select فلازم يتخزنوا أعرف متغير أخزنهم جواته هذا المتغير اسمه result سميه R سميه result سميه أي اسم بدك إياه مش ثابت يعني إحنا سميناه هون result فلما أجي أستدعي الميثود اللي اسمها MySQL query وكانت الكويري هي عبارة عن جملة select فيجب إنه النتائج الروز الراجعة يجب تخزينها داخل متغير حاليا خزناها جوا الريزلت الريزلت يمثل أوبجكت يمثل كل الروز اللي رجعت أوكي إذا الريزلت هون تمثل كل الرو اللي رجعت عبارة عن فيريبل بتعامل store the data that is returned by the function MySQL query فممكن تكون الريزلت عبارة عن 1 رو ممكن الريزلت تكون عبارة عن 2 رو ممكن تكون 10 رو احنا ما بنعرف حسب جملة الـ SQL شو بترجع هلا هاي حتكون بلوك يعني مجموعة من الداتا مجموعة من الروز طيب هلا هاي الروز المفروض اني اخدها عشان اقدر اقرأها اقرأها صف صف واتعامل معها عشان هيك إذا بتتذكروا الفانكشن اللي بعد MySQL query اسمها MySQL fetch array
فلازم نستخدم MySQL Fetch Array عشان تاخد كل raw تحوله إلى array وبقدر بالتالي أتعامل معه. بس حاليا في عندي كذا خطوة موجودة هون قبل لا نستدعي MySQL Fetch Array، ألا وهي رسم التيبل. هلا رسم التيبل ثابت؟ الجواب لا. هلا أنا لأني طلبتكم الداتا اللي بترجع بعد ما يعمل سيرش ويرجع لي البيانات، خذ هاي البيانات واطبعها جوا تيبل. فبعد ما أكتب جهز الريزلت تبعتي، بروح برسم تيبل. نرسم تيبل زي ما أخذنا سابقا، إيكو تيبل بوردر إيكوال 1، بحكي له تي آر تي اتش، نرسم أول رو حيكون فيه تي اتش اللي هي الخلايا الهيد الهيدر، الاي دي تي اتش للفيرست نيم، تي اتش لللاست نيم، تي اتش للايج. فحيرسم لي عبارة بهذا الشكل، هذا التيبل بهذا الشكل حيرسم لي اياه، وحاليا التيبل عندي فاضي. من هاي اول رو هاي. هلا في المرحلة هاي تي ار حيكون راسم لي فقط هذا الاشي، اوكي حيكون راسمها بهذا الشكل. وشو كاتب لي هون؟ كاتب لي هون اي دي، هون حيكتب الفيرست نيم، خلايا هيدر رح تكون متوسطة موجودة في الوسط، وحتكون ايش؟ بولد لانها نوعها تي اتش. كلياتهم حطيتهم بين دبل كوتيشن وسكرنا الدبل كوتيشن هون. هاي فيرست نيم، هون اللاست نيم، وهون ايش؟ الايج. هون حيكون عندي اللاست نيم، هون حيكون عنا الايج. جهزنا التي اتش. الان بدي اصير اقرا من الداتابيز، من الريزلت هاي، صح الريزلت هاي رجعت لي البيانات، بدي اقرا كل صف فيها، كل صف رجع عندي بدي اقراه كانه رو لحاله. افترضنا انه هدول الثلاث صفوف رجعوا، باخذ الصف الاول، هي الصف الثاني، وهي الصف الثالث. كل واحد فيهم من هدول الصفوف الرو بدي اتعامل معه كانه اري منفصله. هاي الاري الاولى، هاي الاري الثانيه، وهي الاري الثالثه. طيب عشان يفصل لي هاي الريزلت، يحولها الى مجموعه، هاي الريزلت عشان تتحول الى مجموعه من الاريز بهذا الشكل، لازم ابعثها لماي سيكوال فيتش اري. فبستخدم فانكشن ماي سيكوال فيتش اري الريزلت. الاري اللي بترجع خزن لي اياها جوا متغير اسمه رو، وبالتالي الرو هذا متغير اسمه رو هو عباره عن اري في هاي الحاله تساوي الصف الاول، وحتكون ممثلة بمصفوفة. الرو هون حتكون عبارة عن مصفوفة. كيف بدي أعمل أكسس لكل عنصر فيهم؟ نعمل أكسس لكل عنصر فيهم عن طريق اسم الكولوم، اسم العمود. فالرو الأول حيكون مخزن فيه مثلا أحمد، سوري، 100 101 100 مثلا أحمد عياش 25. هذا الرو الأول رجع عندي. طيب عشان اعمل اكسس لهاي البيانات بجي بحكي له رو اوف احمد، رو اوف اي دي، رو اوف فيرست نيم، رو اوف لاست نيم، رو اوف ايج. هيك انا بكون عملت لهم اكسس. طيب هلا مع كل تنفيذ لماي سيكوال فيتش اري، كل مره بستدعيها راح تتخزن جوا الرو. لو كان في عندي هدول الثلاثة رو لازم استدعيها ثلاث مرات، فبدل ما نكررها ثلاث مرات حطيناها جوا جملة الوايل. جملة الوايل هون حتضلها تلف طالما ماي سيكوال فيتش اري عم بتعبي جوا الرو فاليو. يعني ماي سيكوال فيتش اري حتاخد اول رو موجود عندي حتخزنه جوا هذا المتغير، وبعدين حيفوت ينفذ هون. هل المتغير هذا فاضي؟ هل رجعت فولس؟ هل قيمته فولس؟ الجواب لا، قيمته مش فولس في حال إذا في داتا طبعا. معناته حيفوت ينفذ الرو هون، حينفذ الكودات الموجودة هون. شو لقينا جوا هاي الكودات؟ الداتا اللي وصلتنا حيبني تي ار، حيبلش يبني تي ار اللي هو الرو الجديد. يعني هون نفترض هاي أول تي ار. جوا هذا التي ار شو بدنا إياه يطبع؟ الفيرست نيم جوا تي ار، سوري جوا تي ار، هي رسم لي اول تي ار، ارسم لي تي دي، فحيرسم لي تي دي الاولى هاي. شو حيحط جواتها هاي تي دي؟ حيرسم لي جواتها، حيكتب لي جواتها رو اوف اي دي.
Row of ID راح تحتوي على معلومات أول شخص، الـ ID الأول شخص اللي هي 100. فهيجي يطبع لي هون 100، أوكي؟ إذن أول إشي هيجي يطبعه هون 100. منين جاب 100؟ من الـ Row ID، لأن هاي بتعامل معها وكأنها صارت one dimensional array. هلأ الرو هاي اللي هي أول مصفوفة، كيف شكلها الرو؟ الرو هتكون بهذا الشكل. مثلا كان الرو الأول فيه 100، الاسم A first name، last name كان B، والage هون نضيف كمان الage على مثلا 25 أو 15، طلعت 21 الـ age. أوكي؟ فهاي الرو، الرو حتكون فيها 100 A B 21. طب عشان أعمل access للـ 100 كيف بدي أوصلها؟ هي عبارة عن رو، هي عبارة عن associative array نستخدمها الرو of ID، هذا حيكون الكي لإلها. أو ممكن تستخدم الرو الزيرو، وعشان الـ first name رول 1، الـ last name رول 2، الـ age رول 3، برضو جائز. إذا بتتذكروا شرحناها في المحاضرات السابقة إنه الـ array اللي بترجع من MySQL fetch array بقدر أتعامل معها كindexed array إذا أنا حافظ ترتيب الأعمدة في الداتابيز في التيبل. إذا مو حافظ ترتيب الأعمدة في التيبل يفضل إني أناديها بأسماء التيبل columns. بستخدم الكي، بستخدمها كassociative array، وبستخدم الأسماء الأعمدة عشان أقدر أعمل access لإلهم. فهون شو عملنا؟ هي row of ID، فحيطبع لي الـ ID number اللي تخزن جواته، تطبع لي 100. لو بعد هيك ننشئ TD اللي بعديها اللي جنبها echo TD row first name، فحيطبع لي حرف الـ A. TD اللي بعديها row of last name، فهيطبع لي حرف البي. echo TD اللي بعديها row ال age، هيطبع لي ال 21 اللي هي العمر هون ايش 21. بعدين يرجع يلف، لما يرجع يلف هيرجع ينفذ ماي سيكوال فيتش اري من اول وجديد، بس المرة هاي ما حترجع على نفس الرو، حتنزل على الرو اللي بعده، هيجيب لي الرو الصف الثاني ويخزنه جوا المتغير اللي اسمه رو. بتيجي الوايل تشيك هل الرو هاد فاضي ولا فيه صف؟ لا فيه صف، روح اطبع لي البيانات، انشئ تي ار جديدة، فهيصير عند التي ار اللي هون هيعبي فيها البيانات تبعت الشخص الثاني. اوكي، هلا بدنا ننتبه حسب انت شو طابع هو بيطبع لك بالنسبة للتيبل. فرضا انا بدي مش كل بيانات اليوزر، بدي بس الـ first name والـ last name لإله، فأنا ببني الـ tr وبحط بس 2 td للـ first name و td للـ last name، بكتب بس هدول السطرين إذا بدي فقط يطبع لي بس الـ first name والـ last name لهذا الشخص. ونفس الشيء هون بالـ th بس بحط 2 th، واحدة الـ first name واحدة للـ last name. طيب طبع الصف الثاني، بعد هيك لف اللفة اللي بعديها ترجع تتنفذ MySQL للمرة الثالثة، بس المرة هاي حيجيب لي الرو الثالث، هذا آخر رو، الرو الثالث اللي رجع معه، حيطبع لي بيانات الشخص في الرو الثالث. بعد هيك أجا لف اللفة اللي بعديها MySQL fetch array راح وصل هون، هل ضل عنده رو؟ الجواب لا، فشو حيرجع؟ حيرجع false. وين حتتخزن؟ حتتخزن جوا هذا المتغير. while false ما أنها أصبحت جملة الدوران شرط خطأ، حيطلع برا جملة الدوران اللي هي الوايل. لما يطلع برا الوايل بدي بس أسكر التيبل، بنروح نعمل إغلاق للتيبل. فشو عملنا هون؟ echo slash table، وانتهى عندي الدوران بهذا الشكل. وبالأخير باجي بحكي له MySQL I underscore close. أوكي، هلا لو ما في عندي جملة while، لو ما حطينا هاي الجملة MySQL fetch array جوا الوايل، شطبنا الوايل، تخيلوا ان الوايل غير موجودة، وانا الداتا اللي عم ترجع عندي كم رو؟ 3 رو، ثلاث صفوف رح ترجع عندي.
لكن أنا كتبت MySQL Fetch Array مرة واحدة فقط بدون while. ففقط الداتا تبعت مين راح تنطبع؟ حتنطبع عندي فقط الرو الأول. طب لو كتبتها كررتها رجعت بعد هاي رجعت كتبت عملت كوبي بيست لهذا الكود مرة ثانية هترجع تتنفذ MySQL Fetch Array حيجيب لي الرو الثاني. بالتالي بس الرو الأول والرو الثاني حينطبعوا. إذا كتبت MySQL Fetch Array مرة واحدة فقط the first row will be printed. عشان هيك بحطها أنا جوا while loop ويلف عليهم لحد ما أنا ما بعرف كم ريكورد بالمرة واحدة هترجع. يعني ممكن رجع لي 20 ريكورد، ممكن رجع لي 30، ممكن رجع لي 5، ممكن رجع لي 1، ممكن ما يرجع ولا أي شيء. فأنا بحطها جوا الوايل وايل تدبر حالها طالما في داتا عم ترجع وعم بتطبع لحد ما تصير فولس، يعني خلص خلص اللي عنده بطلع برا جملة الدوار. أوكي every time it's invoked كل مرة بستدعيها MySQL fetch array return the next row from the result set. آخر جملة اللي هي جملة delete. جملة delete تستخدم عشان نعمل delete ل records from database table عشان نحذف من database. شو syntax شو طريقة كتابتها؟ بكتب له delete from اسم table where احذف لي من التابل طبعا نحذف ريكورد كامل احنا اوكي وير وبحدد له اسم العمود مثلا حكيت له ديليت فروم تيبل وير فيرست نيم ايكوال احمد هيحذف لي بيانات كل الاشخاص اللي اسمهم الاول احمد اوكي لذلك لازم نكون منتبهين لما نيجي نحذف البيانات برضو لما اجي احذف بعتمد بجمله الوير على على كولمز بتكون يونيك او شيء ايدنتيفاير للشخص اللي هي بالعادة بتكون مثلا الاي دي تبعه احذف لي الشخص اللي الاي دي له 50 ما فيش غير شخص واحد حيكون هيك انا بحدد الداتا ممكن اجي احكي له احذف لي البيانات الاشخاص اللي من عائلة اختوم خلاص اشطبهم بديش اياهم عندي كلهم هدول الجماعة where last name equal اختوم فاي حدا عائلة اختوم حيشطبه اوكي هاي بالنسبة لجملة الديليت فجملة نفس الكودات السابقة بنشئ الكونكشن تبعي بشيك على الكونكشن بنجهز الـ SQL جوا الـ SQL بكتب delete from اسم التابل اللي هو داتا where id equal 201 من شخص الـ id له 201 هيحذف لي كل الريكورد تبعه بعد ما جهزنا جملة الـ SQL طبعا هي ما حترجع داتا حترجع يا true يا false جمل الـ delete زيها زي جمل الـ update زي جمل الـ insert فباجي بشيك MySQL I underscore query نفذها إذا نفذها كان أمورها تمام اطبع لي record was deleted else error deleting error وبالأخير نعمل close للconnection هيك بنكون أنهينا الـ how to connect database أتمنى أنه حتى لو ما أسعفكم الوقت خلال هاي الفترة أنه خلال الصيف أو بعد انتهاء فترة الامتحانات وتخلصوا المادة طبقوهم بتحسوا أنه عم أنجزتوا إشي في المادة يعني انشئوا ويب سايت بسيط وظيفته أعمل ريجستريشن بعمل ديليت بعمل أبديت للداتا راح توجدوا أنه طلعتوا بنتيجة من هاي المادة بالذات مع الداتا بيز أمورها كثير فن وحتستمتعوا فيها إن شاء الله بعرف حاليا الكل عم بتدمر ومش عاجبه وإلى آخره بس صدقا راح تحس حالك أنه في مادة طلعت منها من الجامعة يعطيكم العافية وشكرا لكم